عودة من جديد لحلقة النهاردة من 10 الصبح في الأهلي. أهلا بكل حضراتكم مرة تانية. فقرتنا دي هنتكلم فيها عن كرة السرعة، هنتعرف على كل تفاصيلها وكافة قواعدها مع ضيفنا اللي منورنا في الفقرة دي، كابتن علي جمعة، المدير الفني للمنتخبات الوطنية لكرة السرعة. يا صباح الفل على حضرتك. صباح الفل كابتن طيب. كريم ربنا يخليك. رمضان كريم طيب. عليك. الله أكرم علينا وعلى كل مصر. كله تمام الحمد لله يا فندم. الحمد لله رب العالمين. أهلا بحضرتك. أنا عايز أستأذنك إن إحنا قبل أي حاجة نعرف الناس او تحديدا اللي مش عارف من الناس تفاصيل كره السرعه، نعرفه ولو بايجاز كده، الرياضه دي عباره عن ايه، اصولها ايه، قوانينها ايه الى اخره. بسم الله الرحمن الرحيم. هي طبعا رياضه كره السرعه دي رياضه مصريه صميمه ابتكرها المهندس محمد حسين لطفي في سنه 64 تقريبا. امال ايه حكايه الهند؟ لا هي مش الهند طبعا. لا مش هي اصلها هند. لا لا اصلها مصري طبعا. أوكي. مصري. لا انا مخي راح للكبادي دي حاجه ثانيه. الكبادي ممكن. الكبادي انا اللي اتلخبطت. لا يا فندم. الرياضه دي من ضمن العاب الكره والمضرب. اول يعني اتحاد يعني احنا اصحاب براءه اختراع. طبعا طبعا. اول اتحاد مصري انشئ سنه 1984، الاتحاد الدولي انشئ ال 85، العربي والافريقي انشئ 2007 و2011، وفي بقى يعني كمان انشئ اتحاد كمان اتحاد دولي للكره السريعه الدائريه، خد برضو منها حاجات برضو مصري برضو او يعني شكل من مجموعه دول اللي شكلته مصر برضو هنا برعايه مع الوزير. كون ان بلد المنشا للرياضه دي هي مصر، هل ده معناه بالضروره وبالتبعيه ان مصر هي المسيطره والمهيمنه عالميا ولا مش شرط؟ لا احنا طبعا الحمد لله احنا مسيطرين على اللعبه عالميا، نظرا لان احنا عندنا اقوى مهارات، اقوى مهارات على مستوى العالم واقوى نشاط محلي على مستوى الدول او العالم. احنا كان عندنا بطوله في الغردقه، البطوله الاتحاد الدولي الجديد للكره السريعه الدائريه، كان فيها 22 دوله ممثله، اكثر من 300 لاعب ولاعبه. خليني اشرح لحضرتك اللعبه في عجاله او قواعد اللعبه في عجاله. احنا عندنا مراحل اللعبه بتنقسم لشقين، مرحلة ناشئين ومرحلة كبار. مرحلة الناشئين بتبقى 9 و11 و13 و15، مرحلة الكبار 17 و19 و21 والعمومي. اللعبة برضو فيها أكثر من 8 أنواع لعب، في السولو اللاعب بيلعب لوحده بمفرده، ودي من مميزات اللعبة إن أنت ممكن تمارسها في البيت لوحدك بدون منافس ليك، يعني بدون حد معاك، بيلعب مرة بإيده اليمين، مرة بإيده الشمال، مرة بالمضربين أمامي، مرة بالمضربين خلفي. طبعا في زمن محدد للناشئين وزمن محدد للكبار. الناشئين ولازم في الزمن ده يحقق اكبر قدر من اكبر عدد من ممكن من الضربات عشان يطلع هو اول او ثاني او ثالث بناء على عدد الضربات اللي جابه. عندنا طبعا ده شق من مميزات اللعبه. عندنا شق اللي هو الفردي، الفردي اللي هو لاعب ضد لاعب او لاعيبه ضد لاعيبه. عندنا شق الزوجي اللي هو اثنين لاعيبه ضد اثنين لاعيبه، او ولد وبنت اللي هو المختلط الميكس، يعني ولد وبنت ضد ولد وبنت، او بنتين قصاد او بنتين قصاد بنتين. عندنا التتابع، التتابع اللي هو القاطره، اربع اولاد او اربع بنات او ولد وبنت، يعني ولدين وبنتين، كل واحد ضربه، كل واحد نص دقيقه من الاوضاع. بقى احنا عندنا اربع اوضاع. عندنا ده هي من غير حاجه تخيل للي بيتابع، يعني حتى اللي بيلعب لوحده. هي طبعا انا بشوف فيديوهات افندم حاجه مش طبيعيه. ما هي من ضمن مميزاتها يعني حتى الواحد يشك، طب انت شايف الكوره لاحق تشوفها اصلا ازاي؟ طبعا. لا احنا عندنا دلوقتي ارقام قياسيه كبيره، وصلنا لحضرتك، وصلنا لثلاث ضربات في الثانيه، ثلاث ضربات في الثانيه، دخلنا خلاص في ثلاث ضربات في الثانيه. اللي في لعيبه في البطوله الاخيره بتاع امبارح ديت قربوا من ثلاث ضربات في الثانيه، ده عدوا ال 170 ضربه في ليه بتبقى سرعه الكوره قد ايه عشان يبقى في ثلاث ضربات في الثانيه واحده؟ ما انا بقول لك احنا جبنا يعني في بطوله الجمهوريه امبارح في لعيبه جايبه 168 ضربه لو حضرتك في الدقيقه، لو قسمتهم على على 60 ثانيه هيطلع 2.8 ثانيه، فداخلين على 3 ضربات في الثانيه. عايز اقول ان علي كلاي لما عملوا له المقياس الاخير بتاعه قبل التعب بتاعه عمل 3 ضربات في الثانيه جينيس، ودخل حاجات كبيره. لا احنا عندنا تخيل قطر او دايره الكوره 3 متر، دايره الكوره 3 متر، الكوره بتروح وترجع وتروح وترجع 3 ضربات في الثانيه. فطبعا عندنا اللعبه دلوقتي دخلت في مهارات عاليه جدا جدا جدا، وده بيرجع طبعا لاهتمام المسؤولين بتوعنا من اول معالي الوزير لحد اخر عنصر في المنظومه. الاتحاد المصري برئاسه النائب محمد الخطيب يعني لا يألو جهدا
في توفير كل السبل لرفع المهارات ليالي وجودا في ظل المتاح. طبعا هي في ظل هل المتاح. هل المتاح بقى، تعالى نقف شويه بعد اذن حضرتك عند المتاح، هل المتاح كافي؟ هل المتاح يتماشى مع المتطلبات؟ والله هو احنا دايما كنا بالنادي، يعني انا من 80 من 81 في المنظومه، يعني في اللعبه، يعني تدرجت فيها، يعني من لاعب لمدرب لمدير فني للمنتخبات. كان دايما عندنا او نفسنا في هدف او في امل ان احنا اللعبه بتاعتنا من امتع، لما حضرتك تشوفها وتتفرج عليها وما بتزهقش، من امتع رياضات الكره والمضرب، دي حقيقه، يعني مش بدون اي تحيز يعني، لان عندنا فيها مميزات، يعني من اقوى مميزات زي ما قلت لحضرتك، انا بقى ممكن العبها لوحدي في فيلتي في بيتي في طبعا. دي واحده. الثانيه ما بتسيبش تشوهات، وهي مش محتاجه اكتر من 3 متر دول. لا ست، هي 6 او يعني اوضه 4 في 4 بتمارس فيها. الحاجه الثانيه ما بتسيبش تشوهات قوام، يعني لازم الايد اليمين زي الايد الشمال. اي رياضه كره ومضرب لازم يا ايد يمين يا ايد شمال طبعا. لا انا لازم المضربين زي بعض او الجزئين بتوع الجسم لازم نفس الكفاءه. سرعه رد الفعل بتنمي سرعه رد الفعل جامد جدا عند الولاد، عند الولاد الممارسين، يعني في العاب كتير بتيجي تمارس كره السرعه عشان تنمي سرعه رد الفعل، زي الملاكمه مثلا محتاجه رد فعل فبينمي عندنا سرعه رد الفعل. فعندنا برضو دي من ضمن مميزات اللعبه. كان املنا ان احنا نتبنى اللعبه زي بالظبط تنس الطاوله، الصين متبنياها بكل قوتها، فاصبحت الصين دلوقتي مثلا ده مينيمم، يعني بتورد او بتصدر مدربين بالالاف، بتصدر ترابيزات بالالاف، بتصدر كور بالمليارات، يعني فما بالك دي حاجه مصريه وعندنا دلوقتي داخلين في اكتر من 24 دوله بيمارسوها. فنفسنا كنا الدوله تتبنى كره سرعه زي الدول زي ماليزيا، ما هي متبنيه الريشه الطايره، ريشه كره الريشه الطايره، وبرضه بتورد وبتصدر ترابيزات وبتاع ده ملاعب وكور ومضارب بالمليارات. فاحنا لو عملناها كمشروع قومي وتبنينا كره السرعه من ضمن ابناء الدوله اللعبه نفسها. طب عشان نحول بقى الحلم المنشود ده لواقع ملموس، مطلوب ايه؟ والله هو بقى مطلوب تشكيل يعني لجنه على اعلى مستوى بميزانيه، وعندنا احنا عندنا الخطه، يعني الاتحاد المصري عنده الخطه اللي هي تنفذ المشروع ده، يعني في ملف يعني يطول شرحه، بس اختصارا احنا هنخش على الدول بالمخاطبه، يعني مع وزاره الخارجيه، بالمخاطبه مع وزاره الخارجيه، وهنوفر للدول لفتره معينه مدرب وادوات لفتره معينه مدرب وادوات لحين ما ينشر اللعبه داخل الدوله. بعد كده هي يعني بيأهل الدوله او بيهيئ الدوله دي عندها بقى الاتحاد الخاص، يبقى عندها الاتحاد الخاص بيها، اصبح بعد الاتحاد الخاص بيها اصبحت عندها المنافسه زي اي رياضه بتنتشر، بتنتشر في اي دوله، اي رياضه جديده سامحني زي البادل دلوقتي. البادل دلوقتي القوه البدنيه لا البادل اللي البادل تنس البادل تنس دلوقتي ابتدت تنتشر فعلا. لا مش انتشرت في مصر كلها. مين المستفيد الاول؟ اسبانيا. اسبانيا هي اللي بتورد اللعبه والمضارب وكورها وحاجتها. فاحنا لو احنا خدنا نفس الفكره وكره السرعه في اي دوله بتنتشر، بس هو غريب جدا مش حاصل بالفعل. حضرتك بتتكلم على ان دي رياضه احنا دوله المنشا فيها. بالظبط. وحضرتك بتتكلم على اننا عندنا ابطال وبطلات داخلين، يعني دخلوا في مرحله الارقام القياسيه، مرحله كبيره جدا. وفاضل ايه لجذب انتباه سواء الدوله سواء الرعاه المعلنين للرياضه دي؟ فاضل بقى هو زي ما حكى احنا الاعلام، طبعا لازم نركز معاه شويه، نركز معاه في الاعلام. طبعا احنا بنشكركم النهارده على طبعا قناه الاهلي مصر كلها. اللي حصل ده مش كافي، يعني احنا بالنسبه لنا يعني في قناه النادي الاهلي بشكل عام وفي 10 الصبح يعني في الاهلي بصفه خاصه، احنا تقريبا ما سبناش رياضه غير لما اتكلمنا عليها والقينا عليها الضوء واستضفنا ابطالها وبطلاتها والمسؤولين عنها، لكن احنا لوحدنا مش كفايه. لا ما هو احنا شغالين مع الاعلام بقدر المستطاع. كان برضو في قناه النيل معانا على طول، اون تي في معانا على طول، بس طبعا الفرصه الكبيره بقى ان احنا نجي قناه الاهلي دي حاجه، يعني متاكد ان احنا ممكن يعني تبقى دي الانطلاقه او دي البدايه ان شاء الله مع الوزير. حتى الدعم بتهيألي المطلوب للرياضه دي، يعني في رياضات معينه
نوع الدعم وحجم الدعم المطلوب لها كبير وضخم لا نظرا لطبيعه من الرياضات الرخيصه جدا. لكن انتوا بتتكلموا في رياضه متطلباتها على قد دي جدا جدا يعني ممكن دلوقتي يعني في ظل اللي حاصل دلوقتي يعني 3 4000 جنيه طيب. في ظل اللي حاصل يبقى عندك ادواتك كامله وممارساتك كامله ولا ده يعني ان شاء الله باذن الله يعني ان شاء الله مع معالي النائب واحمد بيه الخطيب والمستشار عمرو حسين رئيس الاتحاد العربي والافريقي نتواصل مع معالي الوزير ان شاء الله ونعرض عليه المشروع وان شاء الله. هل في مساحه يعني ان الاتحادات هي اللي تاخد الخطوه الاولى والمبادره تجاه المعلنين وتجاه الشركات والبنوك والمؤسسات القوميه منها بصفه خاصه ان هي تعرفهم على الرياضه يعني هو تسهل مساله جلب الرعاه والمعلنين؟ هو خليني اقول لحضرتك جزئيه هو كله يعني احنا كلنا بن يعني او اجتهدوا بنجتهد بقدر المستطاع وبمجهودات شخصيه يعني في البطوله الاخيره ديت كان معانا يعني بعض الرعاه وطبعا برضو احنا كلنا يعني بنحب اللعبه بنتكاتف وراها كلنا بدون استثناء هي الفكره جميله والشغف ده مطلوب بس ليه نوصل لمرحله ان احنا بالبلدي انا اسف انا مش بتكلم على الرياضه لا طبعا انا ليه نلم من بعض عشان ما هي نأيف الحكايه ما نعملها كما ينبغي طالما احنا ناس مميزين في الرياضه ما هي الفكره بقى فين الفكره زي ما قلت لحضرتك كل راعي بيحاول يخش على الفكره اللي هي هتدي له مردود عالي فهي كره السرعه دلوقتي مش هتدي له المردود اللي هو ما فيش نزعه قويه عند بيفكر فيها مفيش تاتش يعني. وطنيه عند الشركات اللي بالنوع ده يعني بيبقى بنقابل صعوبات كبيره جدا ان احنا نجيب يعني كم من الرعاه بس نأمل يعني في اللي جاي ان شاء الله ان شاء الله يعني بدأنا في البطوله الاخيره دي كان معانا 3 رعاه عملوا حاجات كويسه ووعدونا ان هم يبقوا معانا على طول يعني وان شاء الله تبقى دي الانطلاقه للاجيال القادمه باذن الله. والله يا فندم دي من ضمن يعني ايه سيئات او افات فكره تحويل الرياضه من صناعه لتجاره يعني ليها انعكاسات مش طيبه على الرياضات كتير حقيقه. هي دي مشكله كبيره بتواجهنا بصراحه يعني بس يعني خلينا بقى اكلم حضرتك في عجاله كده في كره السرعه جوه مصر، كره السرعه جوه مصر بيمارسها 24 او 34 هيئه من هيئات مصر من ضمنهم نادي هليوبلس، نادي الزهور، نادي الرواد في العاشر من رمضان اللي فاز بالبطوله امبارح ببطوله الجمهوريه امبارح، نادي الصيد، نادي الجزيره، نادي 6 اكتوبر، نادي الاسماعيلي، نادي القناه، نادي منتخب السويس. مشاركه كبيره يعني. طبعا في انديه كبيره جوه مصر عشان كده احنا عندنا زي ما قلت لحضرتك اقوى نشاط محلي ده اللي بيسفر منه اقوى منتخب على مستوى العالم ده اللي بيدينا بقى مردود مهاري لو يعني نفسنا ان شاء الله في اقرب بطوله حضرتك تشرفنا تشوف المهارات على الطبيعه حاجه ممتعه مش هتزهق. انا اللي اسعد واتشرف طبعا على ذكر بطوله الجمهوريه امبارح كانت يعني كيف رايت هذه البطوله والنسخه دي منها كانت عامله ازاي؟ والله الحمد لله دي من اقوى البطولات كل سنه الحمد لله عندنا جديد في زي ما قلت لحضرتك في البطولات عندنا جديد كل سنه احنا امبارح او يعني نهايه البطوله كان امبارح عندنا 850 لاعب شاركوا في البطوله على مستوى الست ايام بتوع البطوله في ارقام قياسيه اتحققت في البطوله في مهارات جديده اتحققت في البطوله ده بيساعدنا زي ما قلت لحضرتك احنا بطولات التاهيل ثم بطوله الجمهوريه عندنا بطولتين تاهيل وبطوله الجمهوريه بالنسبه للكبار عشان نختار منهم المنتخبات اللي بتمثلنا اللي بيخش بنختار منها على الاقل 70 من 70 ل 80 لاعب بيخشوا بعد كده في تصفيات ثانيه بينهم وبين يعني بنظام احنا حاطينه بيصفر في الاخر عن قوائم المنتخب 10 اولاد و10 بنات عشان يمثلونا في الايفنتات القويه وطبعا ان شاء الله باذن الله كل سنه بنقدم حاجه احسن من اللي قبلها يعني بس احنا بنامل زي ما قلت لحضرتك انا فرصه مع حضرتك كده ان يعني نظره من الوزاره يا طبعا هم عاملين اللي عليهم بس عايزين يعني اكتر عشان نقدر ننتشر اكتر باذن الله. على ذكر انتشار الرياضه اكتر من كده هل في خطه معينه مثلا الاتحاد عاملها لنشر الرياضه في الجامعات وفي المدارس المختلفه وخصوصا ان هي مش محتاجه يعني استعدادات ضخمه ولا ملاعب كبيره ولا كده؟ هو لا الحمد لله احنا عندنا دلوقتي وصلنا طبعا بعد مجهود يعني وضغط مستمر وصلنا دلوقتي الحمد لله احنا دخلنا بقى دي السنه الثالثه على التوالي في بطوله الشهيد رفاعي، الشهيد رفاعي اللي هي بطوله الجامعات يعني على مستوى مصر كلها
وبقالنا اكتر برضو من 16 سنه بننفذ المهرجان السياحي في الغردقه تبع الجامع الجنوب الوادي، ودلوقتي اكتر من حوالي 11 جامعه خاصه بيعملوا بطولات على مستوى البطولات، والحمد لله برضو اخيرا دخلت الشركات. عشان كده بقول لحضرتك انا في بشر خير، يعني الدنيا ابتدت تتحرك في اللي جاي باذن الله، بس هي يعني تقيله شويه، بس ان شاء الله بالجهد والحب والعرق والتعب، وهي برضو يعني واحنا مع بعض كده باذن الله هنوصلها للي احنا عايزينه اكتر ان شاء الله في الفتره. هل رياضه كره السرعه فيها مساحه كافيه للاحتراف في الخارج؟ والله هو ده، ما انا بقول لحضرتك هو ده هدفنا من الانتشار، فتصدير المدرب والادوات واللعيبه والحاجات دي كلها، هي دي هدفنا في المرحله اللي جايه. احنا يعني محليا يعني الحمد لله احنا بنحاول بقدر المستطاع ان احنا نبقى يعني منتشرين في كل المحافظات، واخيرا احنا دلوقتي في الصعيد يعني مركزين شويه، عملنا في 4 مناطق وحوالي 11 هيئه في الصعيد، المنيا وسوهاج والاقصر واسوان وبني سويف، الحمد لله دلوقتي اللعبه فيهم منتشره بقوه. ده طبعا من يعني توجيهات معالي الرئيس ومع الوزير في الفتره دي مركزين معاهم كويس يعني، وان شاء الله بقى حته يعني الاحتراف الخارجي مش هيجي غير من الانتشار الخارجي القوي والدعم الخارجي القوي. لازم ندعم الاول، وبعد كده نقدر زي المردود بقى زي اي ارض طبعا. انا بحرت وازرع واستنى الحصاد، لازم احرت وازرع، لكن ما فيش حاجه حصاد من غير زرع وقوه يعني باذن الله. مين اقوى المنتخبات في العالم في الرياضه دي؟ طبعا مصر، بخلاف مصر يعني. مصر بعدنا تونس وليبيا والجزائر وفرنسا يعني. فرنسا، بولندا فيها منتخب قوي جدا، الكاميرون، نيجيريا، تشاد، عندنا سوريا برضو دخلوا في البطولة العربية الأخيرة دي، منتخب ظهر برضو بشكل قوي، لكن هو أقوى منافس لنا تونس. في الفترة يعني نقدر نقول ان في سيطرة عربية على بالظبط يعني على صعيد الرياضه دي. هم هي ما هي بص حضرتك، احنا الاتحاد العربي والاتحاد الافريقي مع المستشار عمرو حسين رئيس الاتحادين توغل في حته النشر دي، طبعا وتكبد كتير من التعب والمشقه أكيد. والدعم المالي والمادي، وبصراحه ما بيتوانوش يعني، لا هو ولا مع النائب ما تبانوش في اي حاجه بتطلبها اللعبه من خاصه من جيبهم او من اي دعم بيجي لهم. عشان كده احنا الخطه اللي انا قلت لحضرتك عليها اللي انها نفس الوزاره كانت تتبناها هم تبنوها، فبندخل على دوله زي تونس بنسلمها لهم على المفتاح خلاص، يعني معاكم بقى كل حاجه، معاكم مدربين، معاكم ادوات، معاكم كل حاجه فور فري يعني. دخلنا على بولندا عملنا نفس الفكره، دخلنا على الجزائر عملنا نفس الفكره، دخلنا على الكاميرون عمل كل ده اجتهاد الى الان، اجتهاد زي انا وحضرتك يعني اجتهاد ان احنا شغالين. لما الاجتهاد الشخصي بيحقق انجازات للدرجات دي، امال بقى لو في شغل مظبوط ومنهج ده اللي نفسنا ومدعوم هو ده اللي نفسنا فيه في الفتره اللي جايه، عشان عندنا ابطال بصراحه شايفين اللعبه في الاولمبياد، الابطال اللي طالعين نفسهم يمثلوا مصر في الاولمبياد، لو دخلنا وحطينا الهدف بتاعنا للاولمبياد هنبقى حاجه تانية. هي اول حاجه بتستعدوا لها الفتره الجايه بالمناسبه؟ ان شاء الله عندنا البطوله العربيه والافريقيه في شهر 7 القادم في الجزائر باذن الله. جات لنا بتعمل لها بقى معسكرات قبلها؟ طبعا لازم طبعا، احنا بعد يعني بعد ما خلصنا بطوله الجمهوريه ديت زي ما قلت لحضرتك بنختار اقوى العناصر بناء على ترتيبهم وعلى ارقامهم وعلى اللي حققوه في البطوله، وبنعمل لهم التصفيات الاوليه اللي بتسفر عنها في الاخر العدد المطلوب للبطوله، بعد كده بيخشوا في معسكر مفتوح قبل البطوله بشهر ونص، قبل البطوله بشهر او ب 15 يوم بيخشوا معسكر المغلق للسفر ان شاء الله.
ان شاء الله مع انتهاء الفعاليات بتاعه البطوله دي نسعد ونتشرف بوجود حضرتك معانا، وان شاء الله يكون وقتها بنتكلم عن الانجازات الكتير اللي اتحققت في البطوله. لا ده احنا اللي الشرف لينا، وانا بشكر حضرتك مره اخرى، وان شاء الله تبقى الانطلاقه من قناه الاهلي اللي مصر كلها بتتفرج عليه. باذن الرحمن. لا يا فندم انا شاكر لحضرتك. موفقين دايما يا رب، وان شاء الله ما نسمعش عنكم غير كل خير وكل نجاح وكل انجاز الفتره اللي جايه باذن الله. ربنا يخليك كريم. بشكرك يا فندم، كل سنه وحضرتك طيب. شكرا ليك يا فندم. شكرا ليك. شكرا يا فندم. طيب يا حضرات احنا هنطلع فاصل سريع ونرجع عشان نستقبلكم في تاني فقرات الحواريه، خليكم معانا.